لما يحاصرنا أطفالنا بأسئلتهم المحرجة، فأحياناً نجاوبهم على قد السؤال، وأحياناً نتهرب من الإجابة، إما لجرأة السؤال مقارنة بعمر الطفل أو لعدم معرفتنا كيفية الإجابة الصحيحة له. عن هذا الموضوع أكيد راح نتكلم أكثر مع ضيفتنا الأستاذة فوزية عقيلي، مدربة طفولة معتمد. هلا وسهلا بك أستاذة فوزية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. طيب، أسئلة الأطفال، أول شيء، من متى يبدأ الطفل بالأسئلة؟ هو الطفل يبدأ تقريبا يعني من قبل حتى سن السنتين، بس هو سن الأربع سنين هو اللي احنا نسميه سن السؤال. نعم. اللي ما يبطل، وإيش سؤاله؟ ليش؟ ليه؟ يعني هو بالعربي لما يقولوا لماذا، بس ما عاد في أحد يقول لماذا. أيوة. إنه ليش؟ كل ما تقولي له شيء يقول لك ليش، يبغى يعرف هو. صح. يصير لانه هو سن الاستكشاف، يبغى يستكشف، يبغى يستكشف في نفسه، يبغى يستكشف في اللي حوله، يبغى يعرف كل حاجه. فهو يعتمد هنا، يوقف الطفل على حسب احنا ايش ردات فعلنا على اسئلته. هل هي احنا هو في للامانه الطفل حيصدق كل كلام احنا نقوله. الطفل في سن مرحله الطفوله المبكره احنا بالنسبه له المصداقيه، احنا بالنسبه له الكلمه اللي نقولها هي صح، عشان كذا احنا نقول في هذا السن ما نعطي اجابات خاطئه او احنا نصرفهم او انه بعدين او خلاص يعني ايش الاسئله هذه اكبر من سنك، بعدين لما تكبر تفهم هذه الكلمه الشهيره عند الامهات، ايش الكلام هذا؟ من فين جبت الكلام ده؟ وبالرغم من هو يكون ما جابه من مكان، وفي اطفال ما راحوا حتى روضات، بس مزبوط. هو طبيعي انه هو جالس يشوف، شاف بطن امه قدامه، شاف حركه معينه، شاف فيلم كرتون، شاف موقف معين، يبغى يجي يعرف، شاف فجاه لقى بيبي عنده في البيت، فجاه احنا نجلس نقول له ربي والله ومش عارف ايش، طب هذا فين وده اللي الله اللي تخوفوني منه وتقولوا لي مش عارف، صار عنده مليان تساؤلات، فهو عمر السؤال هذا. يا اما انه هو نكسب ثقه، يكسب يعني نكسب ثقة الطفل ويصير واثق في إجاباتنا، لأنه بعد فترة معينة حيطلع للبيئة الخارجية، حيقابل أصحابه في المدرسة، حيسمع إجابات على أشياء إحنا قلنا له إياها عند ناس تانين، يا كانوا واضحين أكثر من اللازم أو أن عيالهم يفكوا في السوشيال ميديا وينبشوا بمعرفتهم. وتبدأ من هنا يبدأ الطفل يكتسب الإجابة على أسئلة ما نجاوب عليها ونقول له بعدين أو صرفنا من جهات أخرى، وهذا اللي إحنا نخاف منه، عشان كده نقول نعطي وقت أكثر للأطفال إن إحنا نجاوبهم، إن إحنا نتكلم معهم. يعني إحنا اللي يواجهنا كثير إنه الأطفال دائما يعني الأهالي ما تأخذ وتعطي، نفسها شوي ضيق، تلاقي الأم يجي لها الطفل يسأل، يعني ممكن تسأل، في أمها تقول لك أنا كل يوم أسأله أنت شو تسوي في المدرسة، بس ما بيجاوبني ولا يعطيني إجابة، وهذا دائما يقولوا لي. طب ليش أنا من هذه الأمهات؟ ها؟ أنا من هذه الأمهات اللي فعليا ما يجاوبني، غامض. طيب، شخصيته غامضة. أيوة، حتى جيتي سألتيها إيش سويتي في المدرسة، كويس كان يومك، أنت جاوبتي أصلاً أوردي إجابة مقفولة خالصة مقفلة. طب أنت محتاجة، أنت الطفل محتاجة تمدي معاه، جاكي يشتكي من شيء خايف، سؤال ورا سؤال ورا سؤال، حنوصل للأشياء. بس إذا أنت صكيتي عليه أنت ما حتعرفي إيش سوى، ممكن يتعرض لتنمر، ممكن يتعرض لتحرش، ممكن يتعرض لعنف، يتعرض لأي شيء، مو لازم حتى الأشياء الكبيرة هذه. فإذا أنت ما سألتيه، لكن إحنا ممكن نسأل الطفل إنه مثلا جاء من المدرسة، كيف يومك؟ ممكن جاوبك كويس، أنت ما توقفي هنا، ما توقفي عند كده. ويريد ما يكون يعني من جد الأمهات تكون مشغولة بمطبخ، مشغولة بجوال، مشغولة بمدري إيش، فالمفترض حقيقة هذا اللي يحصل. فالمفروض إن هي، المفروض إنها لما تبدأ تسأله إنه كيف يومك؟ قال لك كويس، ها إيش أحسن شيء أعجبك اليوم في المدرسة؟ أستاذة فوزية، أنت قاعدة تتكلمي كأنه إنه الموضوع مرة سهل. ترى الموضوع صعب مع الأطفال، مع اختلاف الأطفال. يعني أنا مثلا إذا قعدت معاه أسالف، أنا صراحة ما أكون مرح بعض الأحيان، ما أكون ماسكة شيء، بس أتفاجئ أنه ينطنط يروح ما يبغى يجاوب، سوينا كذا خلاص ما تسألين كثير، فأحس أنه أنا ماني عارفة كيف أنا أتصرف معه. هي هنا إحنا نقول نتعلم مهارة السؤال، مش بس المعلمات، حتى احنا ندرس المعلمات حتى مهارة السؤال كيف تطرح. هذه هي مهارة انتم تتعلموها، انا اقول مش بس المدرسات، حتى قبل كم يوم كنت منزلت لهم كتاب عن مهارة صياغة الأسئلة، مش بس المدرسات، احنا كأمهات وكآباء المفروض نعرف كيف نسأل العيال. اول شيء مش جاي من المدرسة طفحان طفشان ولا اللي حصل له، ممكن يكون حصل له موقف حتى هو طفل صغير وما يبغى يقول لك، ليش هو ما يبغى يقول لك ايش صار؟ ممكن انت ردات فعلك عنيفة، ممكن انت ردات فعلك يعني تقولي ها انا بكره
اوريهم المدرسه انا حروح لهم. اه صح. اي حيصير هو محرج من اصحابه اللي ماما كل يوم جايت له المدرسه تشوف المشكله. او يكون تعبان من المدرسه او مثلا اختاروا الوقت المناسب. لا بصراحه انا هذه رده فعلي. شفتي احنا ايوه شفتي كيف احنا لما نقول بلاها زوجك تطلب منه وهو دوبه داخل من البيت نفس الشيء ترى العيال، يعني اسمعوا منهم خليه ياخذ نفسه. متى نتكلم واحنا ناكل ترى وقت بالمره حلو وقت الغداء واحنا جالسين نتكلم. ها حبيبي ماما قول لي ايش سويتوا اليوم في المدرسه؟ ايش احسن شيء اعجبك؟ اي اكثر حاجه سويتوها؟ لعبت مع مين من اصحابك؟ ايش اللعبه اللي لعبتوها؟ اعجبتك اللعبه ولا ما اعجبتك الانشطه اللي سويتها؟ هو حيبدا يحكي كل ما سالي قال لك حاجه اساليه اشياء ثانيه. ليه؟ لانه انت اول شيء انت حتعرفي ايش هو جالس يسوي، هذه نقطه. النقطه الثانيه انت ممكن اسئله معينه مثلا اخذ تجربه اعجبتك التجربه ايوه تبغى تحب نسويها مع بعض احنا في البيت. شوفي انت كيف تثيري الاشياء اللي عنده. غير كذا انت تسترجعي معلومه فعلا هو استمتع فيها في المدرسه او هو ما استمتع فيها. هنا احنا نبدا نشتغل مثلا على اطفالنا، لانه الان ما عاد سؤال مفتوح وسؤال غير مفتوح. حتى السؤال الاسئله اللي يسموها الاسئله المغلقه انت ممكن لو كملتي حكي مع الطفل حتخرجي منها باسئله بتكملي حتوصلي للي احنا نبغى نوصله اللي هي مهارات التفكير اللي احنا نبغى نشتغل عليها. الاسئله اللي تثير تفكيره اللي هو تخليه يستنتج يحلل. مثلا لو قال لك ما أعجبتني اللعبة اللي اليوم اللي لعبناها، طب ليش ما أعجبتك؟ إيش كان مشكلتها؟ ممكن هو يجي يقول لك طب أنت إيش تعتقد الحل؟ إيش تتوقع أنه ممكن يكون حل أفضل؟ أو مثلا حصلت مشكلة بينه وبين صاحبه، بدل ما تثوري وتهيجي أو أنك تعاتبيه هو وتلوميه أنه هو ضعيف شخصية وما عرف يدافع عن نفسه أو شيء، تعالي يقول لي طب خلينا نشوف المشكلة إيش صارت؟ كيف صارت؟ هي إحنا محتاجين هو نقطة واحدة حوار علشان نقدر نوصل ننمي عندهم مهارات التفكير المختلفة. هذا جانب من الأسئلة. إذا احنا حنقول مهارات تفكير ما بين تحليل وإقناع ومش عارف إيش وكلها حقت هارم بلوم ومو هو وقتها اللي احنا نتكلم فيها، بس الكل يعرفها اللي هي الستة المراحل الستة الخطوات. لكن احنا عندنا أسئلة تواجهنا عند الأطفال وهي الأكبر عند الأهل، الأسئلة اللي هم يحرجوا منها الأهل. ماما أنا من فين جيت؟ طب ماما فين وربي؟ لما تيجي تقول له لا تسوي كده، أنا عشان كده مسألة الله يعني سبحانه وتعالى ما أحب لا نخوف العيال فيها ولا نهدد العيال فيها. ليه؟ لأنه بكرة هو حيكره ربي، هو ما يدري إيش ربي. أسهل سؤال لما نقول فين ربي الطفل؟ أيوة في السماء. خلاص هو عارف انه هو فوق في السماء، يعني خلاص هو عارف هو فين في السماء، بس هو في النهايه يبغى يعرف ايش هذا اللي بالنسبه له الله شخص. أيوة بالنسبه له كده زي لما تقولي له بابا حيعمل لك المدرس حيعمل لك، هو بالنسبه له الله شخص، هذا اللي يستوعبه الطفل. ما يعرف لسه عادات الالهيه والاشياء اللي احنا الكبار احنا نعرفها. طيب هو فينه؟ طب احنا ليه ما نشوفه؟ يرجعوا اطفال يسالوا طب هو عنده عيون؟ طب هو عنده فم زينا؟ طب هو عندنا مش عارفه ايش؟ طبعا شوفي انا والله للامانه هذا الموضوع يفرق معاكي من طفل لطفل، ولا اقدر اعطيكي اجابات، وكل الكتب اللي قرات فيها ما صار عندي القناعه الكامله. انا كشخص كبير لما اقرا الاجابات اللي يقولوها لو سالك الطفل جاوبي كذا ارجع اقول اجابتي حتكون انا اعرف مستوى هذا الطفل، اجابتي حتعتمد. عندي اطفال ممكن يمرر، في أطفال لا والله يدقر لك في كل شيء ينام ويصحى لك بأسئلة تانية أثار تفكيره هذا الموضوع بالذات إذا هو شاغله أو حصل موقف. أو مثلا قلت له شفت أنت لو كذبت الله حيحطك في النار، نام وصحي وما حتحطه في النار. الله لا صدقك ولا صدق شيء اسمه. شفتي فين إن ممكن احنا نوصل عيالنا كيف؟ فعشان كذا انا اقول التهديد نبعد فيه الله سبحانه وتعالى، خليه يحس انه يعني ان الله شيء جميل في حياته ممكن يعني يحصل. عموما احس صيغه التهديد للطفل غير مناسبه، لا تهددينه لا بالله ولا تهددينه انا ما عاد احبك. ايوه طبعا. ولا تهددينه باشياء زي كذا، احس انه تقولي له ما عاد احبك. بالضبط ما احبك. ايوه شغل اللعب على مشاعر الاطفال انا اسميها كذا، لا تلعبوا على مشاعر الأطفال. صح. انا ازعل منك، انا ما احبك، لو سويت كذا انا مش يعني مش حتركم واروح. وهذه مصيبه كبيره لان هذه تسبب للطفل قلق. صح. يعني تخرجوا من مساله انه هو جاي يسال على اسئله لو تكلمت في هذا الموضوع انا بعد كذا انا حزعل منك. فهي هذه الاشياء. فالمفترض ان احنا اذا احنا عرفنا الخصائص اللي دائما يعني يمكن فقعت قلب العالم فيها، بس والله من كثر ما هي اللي حتساعدكم لو عرفتي كيف انت تفهمي خصائص مرحله الطفل هذا، انت بالتالي
سهل تعرفي شخصية طفلك. أنا ممكن أقول لك كل أنواع الشخصيات، بس أنا ما أعرف شخصية طفلك. ممكن أنت توصفي لي تقولي لي والله أنا عندي مشكلة كذا كذا كذا، طب أنا ما شفت طفلك عشان أقول لك الأسلوب المناسب الصحيح بالنسبة لكم. أنا علشان أعطيكي حل مقنع لك، أنا لازم أجلس معاكي، أجلس مع العائلة، أتكلم مع الطفل، أشوف شخصية المجتمع، البيئة اللي هو فيها، إيش نوعية البيئة اللي فيها الطفل، هل هي بالمرأة أو بالمفتوحة، هل هي يعني بيئة دينية ومغلقة، هل هي يعني تفرق على حسب البيئة إجاباتنا إحنا للسؤال. في عوائل لا والله عندهم أم وأب، عندهم منطق وعندهم سعة بال وسعة صدر إنهم يجلسوا ويجاوبوا على أسئلة الأطفال. بس أهم حاجة إنك أنت ما تترك الطفل بلا ولا أي إجابات، بلا ولا أي أسئلة، لأنه لو صديتيه بكلمة خلاص روح عيب تتكلم في هذه الأشياء، هو حيروح يشوف مكان تاني. طب أستاذة فوزية، يعني أحيانا بالفعل يكون السؤال حقيقة أنا ما أعرف إجابته، أيوة. هنا كيف أتصرف؟ أيوة، أنت لما يجي الطفل يسألك قولي له ماما حبيبي أنا هذا السؤال أحتاج أنا أشوف فيه، ما أعرف كل المعلومات، لكن أنا أعطيني، أو إنك ما تبغى تبيني إن أنت معلوماتك قليلة، ممكن أنت تقولي له يعني أنا الآن يمكن أنا مشغولة، بس أنا بس حكون فاضي حأجي أنا بنفسي وأجي أقول لك الكلام، نجلس نتكلم عشان تفهمه، محتاج نتكلم أنا وياك. الطفل يفهم إنه الآن أنت مشغولة مش حتجاوبي الآن بس حتجي، أهم حاجة ما تتهربي. شوفي أنا صراحة أتبع استراتيجية إنه واو مرة سمارت ما شاء الله، أي. كيف جالت السؤال ده على بالك؟ إيش رأيك نبحث عنه ونفتح اليوتيوب ونشوف فيه؟ في أمهات ما يحبوا يقولوا لعيالهم هذه الجملة إنه أنا ما أعرف، يعني أو إنه تحس إنه لا والله حس، لا أنا أقول أنا ما أعرف صراحة. أيوة في ناس تقول لك هو حلو إن أنت تفهميه إنه إحنا أنا مش، لأنه مش كل شيء أعرفه، بس ممكن إحنا نطلع أشوف ونجلس نتكلم مع بعض. أهم حاجة ما تسحبي عليه، مو مع ده وإنسي، هو مش حينسى، ده موضوع دخل في باله الطفل خلاص هو مش حيخرجه. صحيح. لو كل ما تأخرت عليه هو حيروح يسأل، ممكن يروح يسأل المدرسة. في أمهات يصرفوا عيالهم على المدرسات، اسأل معلمتك، اسأل التيتشر حقتك، هي تعرف. بيروح للمدرسة تلاقي المدرسة نفسها ورطانة أكثر من الأم. طب أستاذة فوزية، يمكن هذا الموضوع ما رح يكفي إنه نحكي فيه في حلقة واحدة، بغاله حلقات كثيرة. ولكن لما نجي من ناحية أخرى، الأعمار أو مثلا متى يبدأ الطفل فعليا بالسؤال، وكمان من ناحية تانية في أطفال مثلا ما بتسأل أو بتقتنع خلاص بإجابة، أو خلاص هي فاهمة، يعني هي عارفة. لا هو مو فاهم، من فين يفهم إذا هو ما سمع المعلومات؟ إلا إذا في مصادر أخرى له بيسمعها منه وأهله، من يعني جالس مع الدادة حقته، جالس مع أهله ولا حاجة، مصدر معلوماته مكتفي بكده وانتهى. بس هو ولا هو طفل صغير عمره 4 5 6 7 سنين فين يسمع المعلومة؟ إلا هي معلومات علمية بس. غير الأسئلة اللي يسألوها الأطفال ما لها شغل أحيانا بدراستهم وشغلات زي كده. قلت لك أنا الطفل من سن 4 سنين تبدأ أسئلته اللي هي الأسئلة اللي أيوة ليش، وتحرج الأهالي شوية قبل كده يسأل هو الطفل، بس مو هذاك الأسئلة اللي تثير بالمرة. إلا إذا الأطفال مثلا سن 3 سنوات، في أهالي كثير تقرأ مع عيالها، كثير يتقفوا هم وياهم، يعطوهم معلومات، هذول يثيروا عندهم، يصير مهارات تفكير عالية، فيبدأوا يسألوا أسئلة بالمرة كثير. هنا يكون في ثقافة أسرة. ما يسأل أسئلة محرجة، يعني أنا بركز برضه على الأسئلة المحرجة. أنا أقول لك هي تقريبا تبدأ من سن 4 سنين، اللي يبدأ الطفل فعلا ينتبه لشكل جسمه، يحس إنه بالذات إذا في مثلا بيبي هو ولد وجاب بنت أو العكس، يبدأ ينتبه، يحس شاف أمه تغير لها وتغير له إنه في شيء مختلف. هنا تبدأ يعني تبدأ التساؤلات، يبدأ يطول بالذات هذه النقطة. ليش؟ لأنه دائما إحنا الأسر اللي نعتبرها المناطق الحساسة هذه أشياء محرمة الحكي فيها، بالرغم من أنه هو هنا الغلط. أيوة. المفروض نفكر ونعطيهم مسميات غريبة عجيبة، يعني كل أسرة تشوف لها مسميات، بالرغم أنها هي اسمها واضح وصريح، منطقة العورة معروفة وكل حاجة. هذه اللي إحنا نعمل فيها توعية. قلت لك أنا في السمر عملت برنامج توعية على هذا الموضوع اللي هو الأمانة الشخصية للطفل، وحضروا أمهات، لأنه كثير أمهات حتى يخافوا عيالهم يسمعوا هذه الأشياء. فبالتالي هذه النقطة في سن 4 سنين تبدأ تستثيره، وممكن حتى قبل 4 سنين يطل ويشوف يقارن، فتلاقي في مشكلة تظهر مع هذا الموضوع، أنه تبدأ الطفل كثير يعني يتحسس المناطق الحساسة عنده، وهنا تبدأ شكوى المدارس. أيوة هنا اكتشاف، هي مرحلة هو اكتشاف ذاته، لكن هنا تبدأ مشكلة المدارس أنه تشتكي أن الطفل دائما كذا كذا
اسوي؟ وهنا يعني واجهتني انا بالمره كثير هذه النقطه. يا جماعه الخير الطفل مو لازم يكون تعرض لشيء يعني، لكن هو تبدا مرحله استكشافه، خصوصا اذا كان في طفل اخر في البيت، هذه كثير تثيره. غير انه كميه يعني التحريص على الاهل والشده على هذا الموضوع من غير ما يكونوا انه يفهموا ان هذا جزء عادي من جسمه بس مغطى، لانه هذه مناطق خاصه بي، منطقه ما احد يشوفها بس ما انا وماما، والاشياء اللي في القصص والاشياء. والان صار في تفتح اكثر من قبل. لو اقول لك قبل 10 سنين كانت محرمات يعني مصيبه نتكلم في ذا الموضوع، لكن الان الحمد لله برضو في وعي كثير. برضه ما جاوبتيني على السؤال من ناحيه الاطفال اللي ما بيسالوا اسئله محرجه كثير، هذا ايش معناته؟ شوفي، يكون الطفل ما يسال اسئله محرجه كثير، يكون هو خلاص مستكفي باللي هو فيه وما في شيء جالس يثيره زياده. فانا اقول لك، لو بقول لك شخصيات، اي شخصيات الاطفال، انت عندك اربع انواع شخصيات مثلا، كل شخصيه تختلف عن الثاني. في شخصيات تحب بس تتفرج، اللي هو شخصيه الطفل الهادي الجادة اللي احنا نسويه بس يتفرج ويشوف ويلقط وما يسأل، خلاص يكتفي بالمعلومات اللي هو اكتسبها ومقتنع بهذا وهو مكتفي. لا، لكن يجيك الطفل النشط اللي مثلا الحرك واللي يدعبس في كل شيء ويدور في كل شيء، لا، كل شيء يثير اهتمامه وكل شيء يثير تفكيره. وهي نرجع زي ما قلت لك، قديش مدى الانفتاح الحوار في الأسرة اللي تسمح بأسئلة وما تقمع. ممكن الطفل هذا اللي ما يسأل نهائي، ممكن هو ملاقي نوع من القمع، يعني ما في أحد، ما في مسموح، كمية المسموح إنه لا، إيش هذا الكلام، لا عيب تتكلم كذا، لا ما يصير كذا. ليش هنا يسكت الطفل؟ الطفل برضو في هذا العمر إيش عنده في نقطة مهمة عنده، رضا الكبار. رضا الكبار شيء مهم بالنسبة له، فإذا هو حس إن ماما يعني حتزعج من هذه أشياء، فهو يجي له في أريكسون عنده هو النظام المرحلة اللي هي الشعور بالذنب، فهو يجي له شغلة زي كده إنه إحنا أنا ما حسأل عشان ماما ما تزعل مني. ممكن يكون اتعرض لشغلات زي كده، هذه هي ممكن تخلي الطفل ردات فعله ما يبدأ يسأل، يا من هو يعني أسرة ما تخليه يتكلم، أو إنه هو خايف إنه يسأل ينزعج منه الحول الكبار اللي حوله. صحيح. مدرب الطفولة المعتمد فوزية عقيلي، أنا أشكر تواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، وإن شاء الله أكون أفدتكم بإذن الله. أكيد طبعا بإذن الله. مشاهدينا نطلع فاصل قصير ومن بعده مكملين معاكم حلقتنا لليوم. بعد الفاصل إرشادات من خبيرة المظهر شيخة الحميدي للتسوق الذكي.